عينته من الارض؟ طبعا يا دكتور. خد نفس جامد. اني لا مش انت، المريض. وايه رايكم فيها؟ في الحقيقه الارض يا دكتور محتاجه المصاريف كتير قوي 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 قوي، وبعدين الارض برضو بعيده عن العمار، بعيده قوي قوي قوي. وبعدين كمان ايوه الاملاح بتاعه التربه فيها املاح زياده قوي قوي قوي. اديني ظهرك. اني لا مش انت، المريض. احنا يا دكتور مستعدين ندفع ثمن الارض بس. طيب وثمن المنشات اللي عليها؟ يا راجل ده ربنا سبحانه وتعالى مسهلة عليك، بتكسب في الليلة قد كده بقد كده. ايه يعني؟ ايه خلي ايدك فرطة شوية يعني، اعتبرها هدية. هدية؟ هدية ايه يا ابني؟ ده المنشآت دي مكلفاني أكتر من ثمن الأرض. منشآت بس ايه يا دكتور بتتكلم عنها دي؟ يظهر إن حضرتك يعني ما زرتش العزبة بقالك كتير. المنشآت اللي أنت بتتكلم عنها دي بقت خرابات، شوف خرابات، الفران بتجري فيه. والسحالف؟ أنت شفت السحالف؟ أنا شفتها. والسحالي الفلان والسحالي بتجري فيه. يعني لو كان لنا نصيب وخدنا الارض دي اول حاجه هنعمل ايه؟ هنزيل المنشآت. البس هدومك. انا زي ما قلت لك قبل كده، لا عايز اكسب ولا عايز اخسر. الدواء ده بعد ما هتاخده هتبقى كويس جدا ان شاء الله. انا لا مش انت، المريض. على الله يا دكتور. واشوفك بعد اسبوع. اني لا مش انت، يبقى اني ولا انت، المريض. بس ايه كانت الارض اللي انتوا بتتكلموا عنها دي؟ اذا كانت للبيع انا جاهز. جاهز ايه؟ تشتري ايه وجاهز ايه؟ ده انت في اخر عمرك يا راجل. انت اهتم بصحتك احسن لك يا اخي. اجري اصرف الروشته دي قبل الاجزامات ما تقفل. عنده ايه ده يا دكتور؟ ده انت مرضك خطير. اجري يا راجل، روح سلام. امشي سلام. ده انت كشف، ده انت دافع اجر كشف عادي مش مستعجل حتى. ده كشف عادي ادفع ايه واشتري ايه؟ دي طبعا دي خطرافة مرض، ولا هيشتري حاجة ولا هيهدم حاجة. 20,000 جنيه. بتوع ايه 20,000 جنيه دول يا دكتور؟ دول تمن المنشآت زيادة على تمن الارض. طيب ايه رأي حضرتك بقى نقسم البلد نصين؟ يا ابني ما انا قسمتها قبل كده، المنشآت دي مكلفاني 40,000 جنيه، حسبتها لك ب20 بس. لاحظ ان في مرضى مستنيين برا. بس يا احمد استنى يا اخي. لا كتير لا كتير قوي يا دكتور. وبعدين لاحظ كمان حضرتك انني هدفع ثمن الارض فوري كاش، يعني بواكي فوق بواكي. يا ابني انا كلامي نهائي. خلاص يبقى في الحالة دي ال20,000 جنيه دول يبقوا بالتقسيط. انا هدفع تمن الارض فوري، وال20,000 جنيه دول كل سنة ندفع ايه؟ 5,000 جنيه كل سنة. ايه يا راجل؟ قول مبروك. الله يبارك لك، قول مبروك يا اخي. مبروك يا استاذ. اهو واحد غريب قال مبروك، قول انت كمان مبروك. ايه خلاص مبروك على بركة الله. الفتحة. وبعدين يعني ايه؟ مش معقول كده، هم اللي جوه هيخرجوا امتى؟ مبروك يا ام عاطف. الله يبارك فيك يا احمد. مبروك يا اخويا. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا احمد. وان شاء الله بكره نروح للمحامي علشان نحرر العقود. على بركه الله. مبروك عليكم الارض. الله يبارك في سعادتك. الله يخليك. بقول لك ايه يا دكتور، بالمره كده يعني تكشف علينا احنا الاثنين. اطلع يا احمد، اطلع ادفع الفوزيتا دي بس. امشي بالراحه كده، بالراحه. ما انت عارف رجليه منملي. نملي الثاني. ايوه اطلع بس ادفع الفوزيتا. مفيش داعي يا اخ احمد، تعالى المرة دي الكشف مجانا. حضرتك في الشك من حاجة؟ لا ابدا والحمد لله مفيش اي حاجة، الحمد لله كله تمام التمام. بس زي يعني ما تقول حضرتك كده زيادة في التأكيد. طيب لو سمحت تكشف صدرك. قوي. فضل. خد نفس جامد. هو في حاجة بخصوص الأرض أحب أقولك عليها. اتفضل يا دكتور. أنت عارف إن الأرض في منطقة صحراوية، هناك في جماعة بدو
معتقدين ان الارض دي بتاعتهم ودايما يعملوا مناوشات. وحضرتك سمع ايه دلوقتي يا دكتور؟ دقات قلبك اختلفت خالص. دكتور هو احنا هنزرع ولا هنحارب؟ تزرع وتحارب يا ابني، هي الدنيا كده. طب وحضرتك ما حاربتش ليه؟ يا ابني انا كنت متورط في مشروع الارض دي، لكن بحارب هنا بحارب المرض. ايوه حضرتك حارب المرض وسيبنا احنا نتشاور ونتباحث نتكلم مع بعض يعني. اتفضل منتظركم بعد انتهاء العياده.